كلاسيكو البطوله التونسيه بين الترجي والسي اس اس اليوم، ماتش هذا اللي كنا نجمو نعرفو فيه اسكو الترجي باش تحسم البطوله قبل 4 جولات ولا لا. والنادي الرياضي الصفاقسي بطبيعه الميزان مراهن على المرتبه الثالثه، بما انه بنقردان تو هو في المرتبه الثالثه. النادي الصفاقسي نقصته مباراه الترجي الرياضي التونسي بصراحه بعد برشا على الفرق الاخرى، نعطي رايي وهذه حاجه ظاهره. دونك الترجي كان نجم ينهز البطوله اليوم قبل 4 جولات، لان السؤال المطروح اسكو الترجي بعيد برشا ويقوي برشا بارابور الانديه الاخرى، والا الانديه الاخرى بالطبيعه الكبار اللي ديما تلعب على البطوله اضعف من الترجي. دونك لان نجم نعطي رايي حاجه واضحه على الاخر، بما انه الترازي تحس عندها استراتيجية، حتى كي تبيع جوارات وتسلم في جوارات تجيب جوارات بنفس الكاليتي بنفس روندمون براتيكمون، عندها بنك قوي، فيزيون كبيرة برشا، إدارة قوية، برشا فلوس قاعدة تتحط زادة في الترازي، لكن زادة فما برشا فلوس قاعدة تتربح، بما أنه عادي حمد المد بيشري جوار بزوز 3 مليارات ومن بعد يعاود يبيعوا يمكن دوبل والتريبل. دونك الكونكورنس هذه اللي مش موجودة ولات في البطولة التونسية عادي جدا، ان ما تخليش فما برشا حماس برشا فرجه برشا تشويق، وهذا اللي ولا ناقصنا بصراحه في البطوله التونسيه. دونك الترجي براتيكمون هزت البطوله الخامسه على التوالي، دونك لنا يلزم الفرق الاخرى تفيق باش تحيي البطوله نتاعنا. دونك نسلم عليكم الناس الكل، كان وصلك الفيديو خويا عملناك الجيم، علاش تتفرجوا معنا برشا عباد قاعده تتفرج، لكن مش قاعدين تعملوا في الجيم، راكي تعمل جيم اوتوماتيكمون الفيديو يطلع لبرشا عباد اخرين سوجيستيون، خلي تطلع الشين خلي تتحرك شويه يا خويا. دونك نعملكم فيديو على الاقل عملونا كجيم، كيف كيف اعمل ابوني باش كل ما نهبط فيديو ديما يجيك جديد وتنزل على النقوص، حاجه ما فماش ما اسهل منها. دونك باش نحلوا بطبيعه الماتش هذا، كما قلنا الترجي معناها جايه باش تربح الماتش هذا، بطبيعه فما تغييرات عادي جدا، الترجي عندها يمكن اريحيه نتاع مباريات نتاع نتائج، كيف كيف عندها ليفيكتيف. والنادي الرياضي الصفاقسي بعد ما ترشح بطبيعه في كاس الكاف جاي اليوم يزمو يربح المباراة نتاعو، لكن هذا اللي ما شفناش اليوم في الماتش. قش عليه مرسية المدرب نتاع السي اس اس، قش عليه جاي معناها يلعب على النو، بما ان ما شفناش معناها بصراحة السي اس اس تقدم القدام البلوك براتيكمون ماتش كامل 90 دقيقة يلعب مؤخر ويلعب على الكونترو، حتى في ال 15 والدقائق الاخيره نتاع الماتش ما شفناش سي اس اس بادر باش يقدم القدام باش يماركي يطلع البلوك يبريسي، هذا الكل ما شفناهوش. كومان معناها برشا خوف لنا، برشا خوف. تقول لي معناها يحترم في الترجي، اوكي تحترم الترجي ما زاد تحترم روحك، عندك الكاليتي و بار اكزومبل انت غوما خليه في البنك، هذه عقليه نتاع المدربين توا التوانسه ولا حتى اللي يدربوا في تونس، قال شنو معناها برشا ماتشوات والجور ما ينجمش وخاف من الضرب وكل شيء، هذه عقليه خلينا ما نقدموش، على خاطر في الاوروب ما تشوفهاش الحكايه هذه، تشوف جور يلعب معناها سيزون كامله وماتشوات الكل عادي جدا، حتى كان نشوفه معناها في بطولتنا معناها ماتش فيه 90 دقيقه تشوف 40 دقيقه لاعب، معناها هذه كان خلاف معناها مش نفس النيفو. دونك لنا غومه ولا كان نجم يلعب تيتولير، هذا بالنسبه للنادي الصفاقسي بطبيعه مش غومه وحده هو باش يبدل في السي اس اس، لكن عنده اضافه كبيره. بالنسبه بطبيعه للترجي الرياضي التونسي اليوم الهوني ما يلعبش، الترجي الرياضي التونسي تلعب سيستم 4-4-2 بطبيعه، بعد ما خرج خاصه بن خليفه يدخل عبد الباسط مع الخميسي على اليسار، الميموني على اليمين، البدري في الوسط، بن غيث وبن رمضان، والتالي بن حميده نجاز يعقوبي وبدران. بصراحه اليوم شفنا الترجي هي المسيطره، هي اللي تحاول تخلق الحلول، هي اللي تحاول تبادر تسجل، لكن معضله كبيره برشا اليوم في الهجوم. الترجي تلعب دوز اتاكون، كي تشوف معنا دوز اتاكون تقول فما قوه مهاجمين، فما اكثر من لاعب القدام، شوف اتاكون يلعب كومستاسيون واتاكون يلعب في الظهر، نحكي على خنيسي وعبد الباسط تقول لنا برشا كوره، لكن الترجي مش قاعده معناها توصل الكوره للمهاجمين هذوما، والا علاش ما نبدلوش الكلمه اللي المهاجمين هذوما خاصه عبد الباسط معناها اليوم خاصه في الماتش هذا كان هو العائق بالنسبه للترجي، كان هو نقطه الضعف، كان هو اللي مش قاعد يعاون في الترجي، يخسر في الكوره الكل، مش قاعد يلعب ستاسيون كما قلنا، ياخذ في الكوره يعثر في الكوره، ديشي تكنيك، باسات غالطه، مش قاعد يعمل في حد شيء، الخميسي بون شفناه يتحرك يطلب ياخذ،
لكن فماش اضافه كبيره، مع انه اليوم الترجي الرياضي التونسي تلعب بالبدري كما قلنا، والميموني على اليسار، بدري على اليمين والميموني على اليسار، لكن شفناهم همش قاعدين جابدين، همش قاعدين يلعبوا في لي كوتي في الاطراف باش يحلوا الدفاع نتاع السي اس اس اللي اليوم شفناه متكتل وشفناه جاي باش يسكر. اليوم سي اس اس يلعب على الكونتر لا اكثر لا اقل، مش قاعد يستغل زادة في القوة نتاع سولة وفي السرعة نتاع الملاعبية نتاعو. كيف كيف شوات في السي اس اس مش قاعد يعمل في حاجة كبيرة وماهوش في فورما. اللاعب اللي لعب مرة فاتت لاتاكون اللي هو عثمان ورا دي كاليتي كبار برشا، لكن يظل مضروب. دونك لنا معناها الترجي الرياضي التونسي زاد سكرت المأمورية على روحها، نشوفوا كيفاش البدري قاعد يطيح برشا، كيف كيف الميموني قاعد يطيح مع شوية معناها إضافات انديفيدوال من الميموني، يحاول ياخو كورة يدخل بالانتيريور يتيري، كيف كيف البدري يحاول معناها يدخل وسط يفنتي يلعب مع أصحابه، لكن ما قيناش ليزيلي حتى ليزارير ما طلعوش برشا. بن حميدة بون رغم الإضافة متاعه شفناه، بن حميدة عنده إضافة ياخو كورة يحب يقدم بها يربح تيران. بالنسبة للنجاز اليوم ما شفناش منه إضافة كبيرة، دونك الحاجة ذي كي البدري والميمون يدخلوا وسط، دونك لنا ما فماش الأطراف ما فماش ليزيلي، تزيد تسكرها على روحك كيف كيف، ما تخليش بالرمضان كيف كيف وبنغيث يقوموا بالمهمة متاعهم. دونك النقطة الأولى لنا ما خلتش الترجي توصل معنى ال18 نتاع سي اس اس وتخلق الفرص، هو انه في ماشك اللاعب اللي يطلب بين الانترليني معنى بين ديفونس والميليو نتاع سي اس اس، هذه الاولى. الانيماسيون اوفنسيف غلطه، البدري قاعد يطيح وقاعد يقلق في بالرمضان باش ياخذ الكره، شفنا معناها خاصه في الشوط الاول بالرمضان ما مسش برشا كور خاطر البدري قاعد هو ياخذ فيهم الكره، هذوما كيف كيف ميمون ياخذ في برشا كور، شفنا بنغيث ياخذ في كور، لكن بالرمضان تقش عليه هو البدري يمشيو فوق بعضه. دونك هذه هي القلقة برشا بالرمضان، وشفنا في الدوزيام ميتون وقت اللي معناها صارت التغييرات، وقت اللي معناها المعين الشعباني اعطى معناها التعليمات باش البدري يبعد شوية على بالرمضان، وخاصة كي صار التغيير ولا الترجي تلعب 4 3 3 مع الدخول كوليبالي البدري بطبيعة على اليسار وولي توغي بطبيعة على اليمين، وشفنا كيفاش بالرمضان تحرك ولا ياخذ في الكرة نتاع العادة الكرة في ليزانترفال، معناها دي كاليتي كبار برشا نتاع الملاعب هذايا، وحكيت عليهم قبل عامين مع أول المباريات نتاعو، حاجة كبيرة برشا اليوم في بالرمضان في الترجي الرياضي التونسي، هو اللي يعمل رولونس، هو اللي ياخذ كرة، هو يعمل كليون دو، هو اللي يتيري، هو اللي تحسه يهز معاه جمعية كاملة الفوق، معناها دي كاليتي كبار برشا، وفما برشا توا أندية قاعدة تتابع فيه في الأوروب، وإن شاء الله يخرج على قريب بون خاطر في صالحه هو بصراحه في صالح ليكيب ناسيونال، وخلينا نشوفوا ملاعب يترشق على سلا ويكمل بروغريسيو على سلا يمشي لبعيد بطبيعه واعدينه كان هز الشامبيونز ليغ انه يخرج بالرمضان. دونك بالنسبه للشوط الثاني شفنا الترجي تحرك اكثر، فما حلول اكثر، لكن كيف العاده فماش فرص. بالنسبه للسي اس اس اللي ما حكيتش عليه برشا على خاطر بصراحه كما قلنا جاي يلعب البلوك التالي مسكر على روحه، ما فماش كونتر اتاك صحيح، ما فماش فكر واضح بصراحه في السي اس اس، تخش عليه جاي يلعب على النيول اللي ما يساعدوش حتى طرف، وهذاك علاش ديجا الماتش وفيه 0-0. بالنسبه لي ديما ماتش 0-0 يعني ماتش ما فيش فرص، ماهوش ممتع، ما تنجمش تفرج على الكره مزيانه، ما تنجمش تشيخ، ديما ماتش 0-0 يقلق بصراحه المشاهد وما يخليش استمتع بكره مزيانه. شفنا الترجي عملت عمليات مش خايبه، حبت تدخل سورتو معناها من الوسط، شفنا لي زون دو في لي زانترفال ملاعبيه تطلب ما بين الخطوط، معناها في الشوط الاول زاد عطل الترجي، زاد الملاعبيه مش قاعده تطلب لبعضها، في الشوط الثاني زادوا تحروا اكثر ولا يطلبوا اكثر لبعضهم، هذاك علاش شفنا يمكن معناها الترجي نجم تلقى شويه حلول مع طلوع شويه لزارير في الشوط الثاني وتوزيعات، لكن معناها ما عرفتش كيفاش يستغلوهم. دونك بالطبيعه الماتش شوفه 0-0. دونك الترجي الرياضي التونسي هزت البطوله سي، ما عادش نقطه يمكن ولا زوز نقاط سي، هزت البطوله. والسي اس اس بالنسبه لي خسرت دو بوان اليوم، بما انه مش في صلاح حتى طرف على حكايه التروزيام بلاس اللي ترشحها للكاف. دونك هذا هو فيديو نتاع اليوم كما قلت لكم، كي جاي من الاولاد ما تنساوش وتابوني روحك، نقول لك بالسلامه.